أهلا وسهلا بحضراتكم. كان في ست أم محمد بتتكلم إنها كانت حامل وزوجها كان عايزة تنزل الحمل، فهي رفضت وكملت الحمل وأنجبت الابنة، وبتقول إنه البنت نزلة تعبانة شوية، فهي بتقول إنها زعلانة منه لأنه هو لم يرضى بما أعطاه الله إياه. أنا مش عارفة إيه عذره في هذا الأمر، ولكن ما عليه الفتوى إنه مسألة إنزال الجنين ابتداء إنه هذا الأمر ممنوع، إلا لو الإنسان له ضرورة في ذلك ولها ضوابط معينة، وقبل نفخ الروح ويكون في مرض، يكون في شيء وهكذا. أما إذا كان مطلق إنه أول ما عرف إن في حمل لا لشيء إلا مثلا لمعنى مثلا سيء زي مثلا جانب الرزق أو ما شابه ذلك، كل دي أمور هي ابتداء ممنوعة كما هو معلوم، وبيكون في آراء بنسقها بحسب الحالة بين حالة وأخرى. مسألة إنه إن البنت يعني ولدت فيها شيء، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنا ما أقدرش أقول إن ده بسبب إن الأب كذا، لا نستطيع إن إحنا نقول شيء غير إن إحنا نصبر على ما أعطانا الله إياه، ونقوم بواجب التمريض والعلاج وما شابه ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتم لها الشفاء، ونأخذ بأسباب الشفاء يا صاحبة السؤال، بطلي زعل منه، وإن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها.